إن كان قد فاتنا حضور مثل هذا ومشهده في حديثه، ففي حديثه وخبره بقية لنا نتأدب بها ونتعلم منها طريق حسن الظن بالمؤمنين. من هنا نتعلم إخواني وأخواتي أن من أنفع العلاجات اجتناب ترتيب الآثار على جريان الخواطر. لا ترتب على خواطرك آثار، وأنت تشكك في صدق ما جرى في النفس إلى أن يتبين موجبه بدون تردد، أو يتبين كذب ذلك الخاطر فتكذب نفسك فيما حدثتك. وبهذا العلاج يطهر الضمير فلا يتلوث بالظن السيء، ويبقى نقيا بريئا من الهواجس والشكوك، يكن لإخوانه من المسلمين مودة لا يخدشها سوء الظن، مطمئنا لا يعكر صفوة أمانته القلق وتوقع السوء. أيها الإخوة والأخوات، وأما ثاني الأدوية النافعة في طريق حسن الظن بالمسلم، أن تلتمس لظنونك مخرجا صالحا وتأويلا سائغا، كما تحدثنا في حسن الظن برسول الله وبحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أن تلتمس لظنونك في أخيك المسلم مخرجا صالحا وتأويلا سائغا تخرج به من مثل الظنون وإثمها. وهذا هو منهج السلف رضي الله تعالى عنهم، فقد كانوا يحترزون من سوء الظن بتأويل ما شكوا فيه من قول وإنزاله على أحسن الاحتمالات، ويذهبون إلى التماس المخارج لما يرونه من إخوانهم من أقوال وأفعال، ونعموا ذلك الألم بالنصائح كما صدقوه بالفعال رضي الله تعالى عنهم. ومن نصائحهم في هذا المضمار ما أخرجه الإمام أحمد في الزهد وابن أبي الدنيا عن عمر أمير المؤمنين بن الخطاب رضي الله تبارك عنه وأرضاه الفاروق، قال: لا تظن بكلمة خرجت من في مسلم شرا، لا تظن بكلمة خرجت من فم أخيك المسلم شرا وأنت تجد لها في الخير مخرجا. ما دمت تجد لها تأويلا سائغا، لماذا تتأول الشر؟ الجأ إلى الخير، ما دام لها في الخير مخرجا فاستخرجها على الخير. ولقد كانت تلك النصيحة العمرية نصيحة مأثورة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما روى البيهقي في شعب الإيمان عن سعيد بن المسيب أنه قال: كتب إلي بعض إخواني من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سعيد بن المسيب من جيل التابعين، من كبار التابعين، يقول: كتب إلي بعض إخواني من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يقول له ماذا؟ يقول له في رسالته: أن ضع أمر أخيك على أحسنه، ضع أمر أخيك على أحسنه، ما لم يأتك ما يغيرك، ما لم يتحقق ذلك الظن الذي ظننته فضع أمر أخيك على أحسن التأويلات. قال: ولا تظنن بكلمة خرجت من امرئ مسلم شرا وأنت تجد لها في الخير محملا. ولقد طبقوا ذلك عمليا، ومن الأمثلة في ذلك ما ذكره الربيع بن سليمان في آداب الشافعي ومناقبه رضي الله عنه. قال الربيع وهو تلميذ الشافعي: لا
ناقل علمي وهو المزني وغيرهم، دخلت على الشافعي وهو مريض، فقلت له قوى الله ضعفك، دعا له بالشفاء، فقال له قوى الله ضعفك، فقال الشافعي لو قوى ضعفي قتلني، لو أن ضعفي صار قويا وتمكن مني قتلني، يعني أنا هذه شتيمة وليس الدعوة. مع أن لها مسار آخر كما ذكر بعض أئمة الشافعية كالإمام السوكي وغيره، لكن هذا تأويل الشافعي للكلام. قال لو قوى الله ضعفي قتلني، فقال الربيع فقلت والله ما أردت إلا الخير، ما أردت إلا الخير. قال أعلم أنك لو شتمتني لم ترد إلا الخير، يعني أنا على يقين أنك لم ترد إلا خير، حتى لو شتمتني لتأولت هذه الشتيمة وحملتها على الخير. هذا هو الأدب. كنا ذكرنا لبعض إخواننا في الصلاة حادثة عمر مع المرأة التي قالت له الله يشفيك، ويشفيك في اللغة العربية بضم الياء يعني يمرك على الهلاك، أشفاه يعني أورده على الهلاك. وكان عمر اشتكى وجعا، فقالت له المرأة الله يشفيك، فلم يهمها عمر ولم يرد عليه، انما قال اللهم من قلبها لا من لسانها. هو تأول انه هل تريد المرأة ان تدعو عليه ان تدعو له؟ تأول انها تريد ان تدعو له بالشفاء والعافية، فقال اللهم من قلبها لا من لسانها، يعني خذ ما أرادت من قلبها من دعاء الشفاء ولا تأخذ بدعاء لسانها من دعاء الهلاك. فعالج نفسك أخي وأختي من سوء الظن بهذا البلاد وبهذا الألم، وأحسن الظن بحسن التأويل، فإن الفعل في الصورة قد يكون قبيحا وفي نفس الأمر لا يكون كذلك، بجواز أن يكون فاعله ساهيا أو يكون الرأي مخطئا. ولا أن تخطئ بحسن الظن أفضل من أن تخطئ بالتسرع بإنزال الأحكام الجائرة تبعا لسوء ظنك. أيها الإخوة والأخوات، هذا أدب وهذا علاج. وأما ثالث العلاجات فهي عدم التحقق من التهمة التي ثارت في نفسك ظنا بأخيك. لا تحقق، لا تسعى وراء تحقيقها. وفي ذلك العلاج جاء الحديث الذي أخرجه الطبراني عن حارثة بن نعمان، وروى الطبراني عن أبي هريرة، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث لازمات لأمتي. هذه الأشياء طبيعة في النفس لا تترك الناس إلا بالمجاهدة، من طبائع النفس البشرية التي تلزمها ولا تنفك عنها ولا تنصرف إلا بالمجاهدة. هذه الثلاث ما هي؟ قال صلى الله عليه وسلم الطيرة والحسد وسوء الظن. الطيرة طبعاً هي أن تجعل شيئاً من الأشياء أمارة للشر، أن تتطير بصوت طائر، أن تتطير برؤية إنسان في الصباح، وهذه من أخبث العادات التي جرى بها الناس، أن يقول أنا اصطبحت اليوم بوش مين؟ اصطبحت بمن اصطبحت؟ الصباح لله والخلق خلق الله، ولا تعادي الأيام فتعاديك، يقول يوم الأربعاء ويوم كذا.
فاستغفر الله، وفي رواية إذا حسبت فلا تبخل، يعني لا تتكلم باللسان ولا تتطاول بالقلب، توقف وقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وإذا ظننت فلا تحقق، لا تجري وراء ظنونك متجسسا لتصل إلى حقيقة ظنك اللي هو حقيقة الخيال، اعتبره خيال. إذا ظننت فلا تحقق، وإذا تطيرت فامض لا تتشائم بشيء. فالمخرج من سوء الظن في وصف النبي صلى الله عليه وسلم كما هو واضح هو ترك التحقق من صحة ما ظننت، لا بعقد القلب ولا بفعل الجوارح، وذلك بأن لا يحقق مقتضى ظنه بعقد قلبه على العداوة لأخيه باعتقاد ما ظنه وقرره الشيطان في نفسه، ولا يسعى بفعل الجوارح مشيا ولا تنصتا في محاولة للتجسس على أخيه جريا وراء التحقق من صحة ما ظنه. سأل العلماء قالوا هنا نقطة جميلة، قالوا مما ينبغي فعله في هذا الحال إذا ورد عليك خاطر سوء بمسلم أن تبادر بالدعاء له بالخير لتغيظ الشيطان وتقطع عنه إلقاءه إليك ذلك من دعائك لأخيك بالخير. عندما تدعو له بالخير ينصرف ما في نفسك، وحسبك أن وراءك ملك يقول لك ولك مثل ذلك. وأما رابع العلاجات إخواني وأخواتي فهو علاج مهم، هو أن تأخذ نفسك بالحزم، أن تكون حازما في أمرك، وأن تكون حذرا إذا جلست وجالست مع من لم يتحقق فيهم حسن السيرة، مع الذين يؤتم فيهم والذين تحدثنا عنهم ممن لا يصلون ولا يخافون الله عز وجل، حتى لا تترك نفسك بعد مفارقتهم نهبا لوساوس الظنون. الإنسان منا يجلس مع طوائف من الناس في أشرف فيلخي لسانه ويتكلم فيما يعنيه وفيما لا يعنيه، ثم بعد ما يخرج يقول كان فلان جالس وكان فلان جالس يا وهذا سيوشي بي وهذا سيوشي بي وماذا فعلت بنفسي؟ لماذا؟ لأنك تركت لسانك مرخيا. حتى لا تترك نفسك بعد مفارقة هؤلاء نهبا لوساوس الظنون، احفظ لسانك وكن حذرا. ومن كلام الحكماء في ذلك ما أخرجه ابن معين في الحلية والبيهقي في السنن الكبرى بإسناد حسن عن مطرف بن عبد الله أنه كان يقول في أمثال هؤلاء الناس: احترسوا من الناس لسوء الظن. وهذا الكلام معناه كما بينا اتخاذ الحذر واستعمال الفطنة مع من يغتاب بهم، مع من يغتاب بهم وفيهم، وهو لا يعارض الحديث إياكم وسوء الظن. لماذا؟ لأن هذا الحديث كما قلنا وبينا قبل في من تحققت حسن سيرته وأمانته، أما هذا فمع من ظاهره قبيح ومن ظهر منه الخداع والمكر والخيانة وسوء الاعتقاد في الصلاة والصيام وغيرها، والقرينة تغلب أحد الطرفين، قرينة دالة على الشخص من ارتياده للمساجد وحبه للصالحين واعتنائه بالقرآن واعتنائه بنصوص العلم، أو انصرافه عن ذلك بالكلية وميله إلى الفسقة والفجرة، وميله إلى الذين يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورغبته فيهم. القرينة تغلب أحد الطرفين، فمن ظهرت عليه قرينة السوء يستعمل معه الحذر. ابن هبيبة وزير الحنبلي العالم كان يقول: لا يحل والله، لا يحل والله أن يحسن الظن بمن ترفض. ولا بمن يخالف الشرع.
ومثلك. بأي دين، بأي أمانة يتبرع عن مثلي ومثلك؟ بأي نوع من أنواع الخيانة كان؟ بأي نوع من أنواع السب كان؟ ومن عمل الناس بالخيانة كذلك والمكر كان أمر الناس بالحذر والخوف. وفي مثال ذلك روى ابن أبي الدنيا في كتاب المدارات عن الهيثم بن جماس قال: أوحى الله عز وجل إلى داوود عليه السلام: يا داوود أتخاف أحدا غيري؟ أتخاف أحدا غيري؟ قال: نعم يا رب، أخاف من لا يخافك، أخاف من لا يخافك. من لا يخاف الله عز وجل يجب أن تكون أحذر الناس منه. أخاف من لا يخافك، وهذا الصنف كثر في الناس اليوم، ومن هنا وجب الحذر. فقد روى ابن أبي الدنيا في كتاب المدارات أيضا عن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال: كان الناس كشجرة ذات جنب. عصر العصور كان الناس يجنون ثمارا، تصاحب الناس فترى الطيب وتسمع الطيب وتأكل الطيب وتشرب الطيب. كانوا كشجر ذات جنب، ويوشك أن يعود كشجرة ذات شوك. تصير الشجرة تخرج أشواك تصيبك إذا مررت بها، إذا وطأتها. وكثير من الناس أهل زماننا أصبح كشجرة الشوك هذه، لا يأتمن في المجالس، خصوصا بعد أن صار بعضهم يسجل حديث إخوانه على جهازه المحمول، وهذا أحدث مفاسد كثيرة بين الناس، وهذا لوم وخيانة. فالمجالس بالأمانة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قد حدثنا بعض الناس أنه سمع فلانا يعيب فيه ويقول ويقول، فقلت: كيف سمعت؟ قال: كان في المجلس أحد أصحابي ففتح التليفون وهو يتكلم، وجعلت أنا أستمع إليه. أرأيت هذه الخيانة؟ بل سمعنا ما والى من ذلك وأمر، وهو أن بعض الناس إذا عرف السيريال نمبر بتاع التليفون بتاعك، إذا عرف السيريال نمبر لتليفونك أمكنهم من التجسس عليك والاستماع لمكالماتك. ناهيك عمن يفعلون ذلك وظيفة، عمل هم موظفون في ذلك، وهذا أكثر ما ينبغي الحذر منه. فاحفظ لسانك ولا تسترسل في المجالس، وتكلم فيما يعنيك ولا ما لا يعنيك، ولا تترك لسانك بيد غيرك. أنا كثيرا ما أنصح إخواني وأخواتي بهذا: لا تترك لسانك بيد غيرك يجرك إلى ما يشاء من الحديث فتندم حيث لا ينفع منه، أو تقع في القلق وتستسلم على الهواجس فتقع في الحرام إذا أردت التحقق من سوء ظنك. هذا وقد نصحناك إن كنت منتصحا، والتبليغ والتلميح أبلغ من التصريح كما يقولون. يكفي في مثل هذه المواطن التلميح واللبيب بالإشارة يفهم. اللهم بصرنا بعيوبنا ولق صدورنا وقلوبنا، واجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، آمين. واختم بالصالحات أعمالنا، آمين آمين. أقول هذا وأستغفر الله العظيم. أيها المسلمون والمسلمات، طبعاً أنا قلت في الخطبة أن أتكلم عن طريق حسن الظن بأهل العدل من المؤمنين وغيرهم من المسالمين، وفكر أن أنا أكتب على شنو الترجمة ما الحكم في المسالمين من أهل الكتاب وغيرهم. الحكم فيهم هو نفس الحكم الذي أجريناه على المسلم العدل وعلى غير العدل، فكتابنا كتاب عدل. وعلى طريقة مولانا تبارك وتعالى في القرآن الكريم: ليسوا سواء. كذلك في قوله تعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤدي إليك.
شدة أمانته لا يغريه من القنطار خردلا. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤدي إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤدي إليك إلا ما كنت عليه قائما، يعني رائحا جائيا. فين يا عم الدينار؟ فين الدينار؟ فين الدينار؟ فالحكم فيهم كالحكم في المسلمين من أهل العدل. من جربت منه الأمانة والصدق في التعامل فينبغي حسن الظن به، ومن جربت منه الخيانة وجرب منه الوقيعة وجرب منه سوء الخلق وقبيح الأفعال خيف منه. يعني تمام تمام كالحكم الذي أجريناه في أهل العدل المؤمنين يجري كذلك على المسالمين من أهل الكتاب.